صوت الشهيد كمال فن، إبداع وعبقرية. فالشهيد في ممارسته لفن الشهادة أعظم فنان، لأنه يبدع صورة استشهاده في الشكل الفني الرائع، متجاوزاً التسميات البديهية ليسمو فوق أبعاد الحروف ورموز الألوان وزوايا المساحات الضوئية. فهو الذي يعتلي قبة السماء مقيماً فيها دائماً، وهذه القبة لا يصل إليها إلا النخبة المختارة من خلق الله. الشهيد والاستشهاد والشهادة. الشهيد كما عرفه القائد الخالد حافظ أبو هو الإنسان العظيم الذي دعاه الوطن فأسرع وعندما قرر الشهادة فاستشهد. الشهيد الشهداء هم قادة الأمة، هم عظماء الأمة، هم أكثر الفئات أصحاب الشجاعة والقدوة والجود والإيمان والغيرية الوطنية. والاستشهاد قال عنه القائد الخالد هو أن اللحظة التي يستطيع أن يصل بها إلى أعلى مراتب الإنسانية، أي مرء الذي يسعى أن يصل إلى أعلى مراتب الإنسانية هو لحظة التي يسير فيها إلى الشهادة قانعاً ببداهتها عندما يدعوه الواجب إلى ذلك. والشهادة كما قال عنها القائد خالد حافظه هي قيمة القيم وذمة الذمم. فأي قيمة أعلى من قيمة الشهادة؟ وأية جنة أعز وأروع من تلك الجنة التي يفوز بها الشهداء بعد التضحية بالحياة التي لا تقارن بما نالوا. إن الشهادة وقفة عز ووقفة شموخ، وهي الأمل المنتظر من قبل رجال أحبوا أن يكونوا مع من سبقهم من الطهارة الأبرار، لذلك استسهلوا الموت وتمنوه لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الحياة بكل ما فيها من ملذات وطيبات لا يمكن أن تقارن العظيم. هؤلاء الرموز الذين يشكلون طاقة روحية تدفعنا للتمسك بنهجهم والسير على دربهم للتضحية والفداء تجاه الوطن للحفاظ عليه والحفاظ على وحدته وحريته واستقلاله. التضحية والفداء هي ما اصطلح عليه الشهادة. الشهادة بالمدلول اللغوي أو بالتعريف اللغوي هي الظاهر، أو هي الإدلاء بالرأي، أو هي ورقة أو وثيقة نجاح، أو هي الموت في سبيل الوطن. في المرجة التي تذكرنا بالشهداء 16 من أيار عام 1916، هؤلاء الذين ينوبون عن سلسلة من الشهداء الذين سبقتهم والذين سيلحقوا بهم على مر الزمان، لأن الشهادة هي حضور، هي بقاء، هي استمرار للوطن. نتذكر أهازيجهم وصورهم، وبالتالي أستطيع أن أقول المرجى بتحكي شو اللي صار بيوم 6 من أيار، وعكتافها كرسي العرش اختاروه 7 الثوار، وبحبالها حزمة ألعاب وأرجوحة عز وإصرار كتبوا بدم على الأوتاد الحرية حلم الأحرار. ومن يوم الشمعة ضوت ونورة وصل آخر دار، بيروت احتدت للشام، شجبوا إيداني وأنكار، وبالساحة رفعت أعلام أضعاف 7 الثوار. إن من ارتبط بنبض الأرض ورائحة التراب وتمسك بجذور الوطن والتاريخ ودافع بكل إخلاص وثبات ونال شرف الشهادة هو المنتصر، وهو العبقري لأنه اختار الخلود في رحاب السماء.